أكبر المتفائلين في بيت اتحاد البوليدة لم يكن يتوقع بأن الفريق سينتظر في بطولة هذا الموسم إلى غاية الدقيقة 86 من الجولة 17 حتى يعلن إبراهيمي بهذا الهدف عن أول فوز للفريق ويجعل هذا المناصر يدرخ دموع الفرح. إنه فوز الأمل بالنسبة لاتحاد البوليدة، ولو أنه جاء أمام فريق هو الذي سيطر بالطول والعرض فحاول إسعد بياته الرأسية التي مرت فوق إطار مرمى الحارس بوطاغا، رد عليه تواتي برأسية لم تقلق حارس جمعية وهران. الفرصة الثانية كان وراءها بغداوي برأسية أخرج الحارس بوطاغا، ثم يأتي الدور على بالرملة بتسديدة من خارج منطقة العمليات لم تمر بعيد عن إطار المرمى في المرحلة الثانية، واصل حارس اتحاد البوليدة التألق فصد هذه التسديدة على مرتين من خلف الله. الضيوف كانوا الأفضل في هذه المباراة، وهنا أتي الانطلاقة من جانب مولاي الذي قام بالواجب، توغل وزع ولكن التسديدة لم تكن في مستوى التوزيع واصطدمت بالدفاع. الجمعية كانت الأقرب إلى التسجيل وضيعت الكثير من الفرص سيما هاته بعد الانطلاقة من جعفالي وجها لوجه مع حارس ممتاز اسمه بوطاغا. المعركة التكتيكية بين المدربين سليماني وحنكوش استمرت إلى غاية اللحظات الأخيرة. فرحي كذا يحول هاتي الركنية إلى شباك اتحاد البوليدة الذي انتظر إلى غاية الدقيقة 86 عندما تمكن إبراهيمي بهاتي التسديدة من اقتناص هدف ثمين وثمين جدا، جعل الفرحة الهستيرية تعم مدرجات ملعب براكني بالبوليدة، خاصة وأن الاتحاد لم يفز منذ انطلاق البطولة، وما جعل هذا المناصر الوفي يدرف دموع الفرح. طبعا دموع الفرح بالنسبة لاتحاد البوليدة، آخر فرصة كانت هذه التسديدة، انتهت المباراة بفوز ثمين لأشبال حنكوش يفتح لهم الأمل من أجل الصراع على البقاء. الفريق بقاش نعرفها مليح، اون بليس الاسبوع اللي فات تغلب على الرعيد، دونك الفوز تاعنا ماهوش ساهل، مي نظن على حساب الاراده والاداء تاعنا كنا نتغلبوا في المقابله قبل الدقائق التواله، مي الاراده تاعنا ويعني ما حبسناش، يعني وصلنا حتى اللي فزنا فوز ثمين 3 نقاط، سورتو كسب المورال اللي كان ناقصنا بزاف.